السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف ألف عافية يا جماعة. اليوم إن شاء الله راح نبلش بموضوع جدا مهم، اللي هي كل البرمجة تعتمد عليه، اللي هو الكونديشنال ستيتمنتس. كونديشنال ستيتمنتس اللي هي الجمل الشرطية، تمام؟ في أي برنامج بيكون في عندي أنا فلو معين، البرنامج ماشي حسب فلو معين. مثلا إذا كانت علامة الطالب فوق 50 بدي أطبع له ناجح، otherwise مثلا بدي اطبع له راسب. اذا كانت علامة الطالب فوق الـ50 مثلا بدي اعمل له 1 2 3 4، تمام؟ هذه الامور كلياتها احنا بنحققها عن طريق الجمل الشرطية. اول جملة راح ناخذها اليوم اللي هي اف و اف else statements، تمام؟ هلا حتى بالحياة، احنا الحياة تبعتنا بتكون باغلب الاحيان مشروطة. مثلا نيجي بنحكي، مثلا اذا انت عندك شهادة بكالوريوس في علم الكمبيوتر مثلا ومعدلك اكبر من 80 بتتوظف، تمام؟ هذه الجمل الشرطية احنا بنستخدمها عن طريق اف واف else statements في البرنامج تبعنا. انت مثلا ممكن تيجي تحكي بكرة لابنك اذا انت بتنجح وبكون معدلك فوق 90 مثلا بشتري لك بلاي ستيشن، فانت حطيت اف statement لإله هون، انت حكيت له إذا نجحت، تمام؟ إذا هذه بنستخدمها في معظم لغات البرمجة بـ if statement و if else statement. بسم الله نبدأ، خلينا نشوف كيف هذا الموضوع بتعالج في C++. أول بارت رح ناخذ الـ if statement لحالها، تمام؟ كيف نحن نتعامل معها؟ هي السنتكس تبعها، السنتكس جدا بسيطة، اللي هو if small letter بين قوسين، القوسين هذول كثير مهمين، تمام؟ هون بتحط الكونديشن، إذا الكونديشن تبعك اللي هو الشرط تحقق بيجي على الجزئية اللي هي بين الكيرلي براكت هاي والكيرلي براكت هاي. أي بلوك أوف كود هنا بتكتبه إن شاء الله كان 10,000 سطر كود بتنفذ. إذا هذا الشرط اتحقق هذا البادي بتنفذ، تمام؟ وبعد ما يخلص من البادي هنا بقية البرنامج تبعتك بتكون مكتوبة رح تتحقق anyway، تمام؟ فإذا هنا نيجي بناخد إكزامبل عليها كالتالي. هاي أنا عندي تو إكزامبلز هنا، شوفوا اذا عندي انتجر اكس تساوي 10، تمام؟ اف هل الاكس اكبر من 5؟ انا بدي احط شرط في البرنامج تبعي، فبحكي له اف الاكس اكبر من 5 وتحقق وكان الجواب ترو، دائما اللي بين قوسين هذول بكون نتيجتهم يا ترو يا فولس. اذا ترو بتنفذ الكود اللي هنا، تمام؟ شايفين اذا كانت العشرة اكبر من 5 شو راح يجي؟ الفلو تبع البرنامج اللي هو سير عمل البرنامج راح يجي هنا وينفذ لي الكود اللي هو ما بين الكيرلي براكت هاي والكيرلي براكت هاي. طب هل هذا الكود له حجم معين؟ لا، بتقدر تحط قد ما بدك كود، تقدر تنادي فانكشنز بروسيجرز، تعمل 10,000 لاين اوف كود هنا، سطر كود واحد هنا زي ما بدك، تمام؟ فبالتالي بالكيس تبعتنا هاي الاكس كم تساوي يا جماعة؟ 10، صح؟ هل العشرة اكبر من 5؟ نعم، فاذا راح يعمل لي الكود اللي موجود هنا وبس يطلع من الكيرلي براكت هنا راح ينفذ الكود اللي بعد الاف. فالكود اللي بعد الاف بشكل عام راح يتنفذ anyway لانه بده يكمل الاكسكيوشن تبع البرنامج، تمام؟ هلا في حاله انه الكونديشن كان فولس هنا، هل الاكس هنا تساوي 10، صح؟ هل ال10 اكبر من ال20؟ لا، فالكود اللي موجود هنا لن يتم تنفيذه، تمام؟ وبالتالي بيطلع من الكيرلي براكت هاي، الكيرلي براكت هاي بيطلع منها الكود اللي بعديها دائما بتنفذ anyway. فهاي ابسط صوره من صور الاف كونديشن، الاف ستيتمنت، تمام؟ اف تفتح قوس وبتحط الكونديشن تبعك هنا. هلا الكونديشن تبعي شو بيكون، شو ممكن يكون محتواه؟ ممكن يكون محتوى اكس اكبر من 5 مثلا، وتحط اند الاكس اصغر من 10، حر انت بتصير يعني. متذكرين في في في, في سلسله اساسيات مهمه لكل مبرمج اعطيتكم هوم وركس كثير على هذا الموضوع، تمام؟ عشان لما نيجي هون تكون انت اوريدي جاهز. فهون بتقدر تحط اف الاكس اكبر من 5 اند الاكس اصغر من 10 اعمل لي كذا، تقدر تحط اف الاكس اكبر من 5 اند الاكس اكبر من 10 اند الاكس ضرب 2 اصغر من 7 مثلا. بحط الشروط قد ما بدك انت، ما عندك مشكله. دائما الاكسبريشن هذا نتيجة يا ترو يا فولس، واحنا تدربنا كثير على موضوع الكونديشنز لما اخذنا العمليات في الكمبيوتر، متذكرين؟ وحلينا هوم وركس عليها لما زهقنا، ولما اخذنا الهاي طبقنا عليهم كمان مره. فانت بس بتحط الاكسبريشن تبعك هون في الكونديشن وبتحقق، تمام؟
هلا خلينا نروح على الكود نشوف هذا الحكي على أرض الواقع كيف بيصير. هلا شوفوا هذا برنامج بسيط، المين، هاي المين تبعي، بعدين نجي بنحكي انتجر اكس تساوي 10، عرفت اكس تساوي 10، هل الاكس اكبر من 5؟ اذا هي اكبر من 5 راح يجي يعمل لي ذا كود اوف اف بودي، هذا بنسميه اللي هو الاف بودي، لانه الاف اذا تحققت هي البادي تبعها، فالكود اللي هون بده يتنفذ. احنا حاطين سطر كود واحد عشان نشرح هنا، فراح يطبع لي ذا كود اوف اف بودي هاز اكسكيوتد، انه تحقق الشرط و الكود اللي هون انعمل له اكسكيوشن. تمام، هلا بس يخلص الاف ستيتمنت، اللي هو الاف ستيتمنت بتبلش من هون ومن هون، تمام، بس يخلص هذا الكود، دائما الكود بعد الاف بادي راح ينعمل له اكسكيوشن anyway، ملوش دخل في الاف ستيتمنت، لانه خلص هاي الاف ستيتمنت هاي السياق تبعها من هون لهون، نفذها، اي شيء بعدها راح يتنفذ باي ديفولت. فهذا البرنامج هون شو راح يطبع يا جماعه؟ فكروا معي، هل الاكس، الاكس حطيناها تساوي 10، هل الاكس العشرة اكبر من 5؟ نعم، اذا راح يطبع لي هاي الجمله، وراح يطلع وراح يطبع لي هاي الجمله. خلينا نشوف هذا الحكي واقعي ولا لا. هيو عم بعمل بيلد، تمام، هيو شو طبع لي؟ طبع لي the code of if body has executed اللي هو هون. هلا هذا ممكن يكون تنادي function، ممكن تكتب كود تاني زي ما بدك، whatever، بين الكيرلي براكت هاي والكيرلي براكت هاي بسموه الاف بادي، هذا بينعمل له execution. وبعد ما خلص طبع هاي الجمله، لانه هاي الجمله راح تنطبع anyway، سواء تحقق الشرط او ما تحقق الشرط راح تنطبع، لانها ما لها علاقه بالاف ستيتمنت. تمام، طيب، فاذا حكينا السنتكس هو اف بين قوسين اكس اكبر من 5، تمام. هلا حدا بيمنعني ان انا احكي انه اذا الاكس اكبر من 5 and الاكس اصغر من 20، تمام. انا بدي احكي انه هل الاكس لازم تكون اكبر من او تساوي 5 مثلا هنا، والاكس اصغر من او تساوي 20. هنا انا حطيت شرط فيه and، الان احنا اخذنا برضو تدربنا عليها، المفروض هذا الموضوع يكون بسيط عليكم. هلا حكينا هل ده شيك، هل الاكس تقع ما بين الخمسة وما بين العشرين؟ في هذه الحالة خلينا نشوف الاكس كم تساوي عندي، 10 صح، بيجي بيقارن هل العشرة اكبر من او تساوي 5؟ يس. and هل العشرة اصغر من او تساوي 20؟ نعم. فاذا بيطبق هذا الكود، خلينا نشوف، مفروض يطبع لي الجملة انه البادي اكسكيوتد، هاي شايفين هيها البادي هاز بين اكسكيوتد، هي ليش؟ لانه الاكس تقع ما بين الخمسة والعشرين، تمام. هلا لو اني انا جيت حطيت هنا الاكس لازم توقع بين الخمسة وبين الثمانية، تمام. هلا شو بده يكون؟ خلينا نحلها قبل ما نعمل ران. اكس تساوي 10، بنيجي هون على الشرط، هل الاكس اكبر من او تساوي 5؟ اكبر من 5، فتحقق اول بارت. and هل العشرة اصغر من الثمانية؟ اكيد لا، تمام. فبالتالي الاند ستيتمنت هذا كلياته اعطاني ايش؟ فولس، وطالما انه اعطاني فولس لن يعمل اكسكيوشن للبادي، تمام. فراح يطبع لي بس الجملة هاي، الكود افتر بادي دائما بنعمل له اكسكيوشن، هاي شايفين ما دخل هنا. فبالتالي هنا هاي انا حطيت اف ستيتمنت، حطيتها الاكس اكبر من او تساوي 5 اند اكس اصغر من او تساوي 8، فبالتالي بما انه اكس 10 ما تحقق هذا البارت، والاند لازم الطرفين يتحققوا عشان يكون ترو، تمام. هلا اذا بدنا نحطها اور، هاي اور، هل راح ينفذ الاشي اللي جوا هون ولا لا؟ خلينا نشوف، اكس تساوي 10، 10 هل هي اكبر من 5؟ نعم. اور هل العشرة اصغر من 8؟ لا. فبالتالي الاور، بالاور بشرط الاور واحد من الطرفين لازم يتحقق عشان يتحقق الشرط. شو تحقق عندي؟ انه العشرة اكبر من 5، فبالتالي مش مهم هذا البارت انه يتحقق ولا لا، فبالتالي راح يعمل لي اكسكيوشن لهاي. خلينا نشوف بالاور هيو ايش عمل لي اكسكيوشن هنا، تمام. هلا هاي الاف ستيتمنت هنا احنا بنستخدمها للمقارنات، وبنمشي الفلو تبع البرنامج اكوردنج لهذا الموضوع. فهذا كان اكزامبل بسيط على موضوع الاف ستيتمنت لحالها. هلا احنا خلصنا الاف ستيتمنت لحالها، هلا في شكل ثاني من الاف ستيتمنت، اف كونديشن، اذا تحقق بنحقق البادي تبع الاف، واذا ما تحقق بنروح على الالس بارت. ففي شيء اسمه اف الس كونديشن، اف
else condition، في if condition لحالها وفي if else condition لحالها. خلينا نشوف شو يعني قصدنا بهذا الموضوع. هيها ال if else condition هي نفس ال if condition، بس اللهم بحكي في حال ما تحقق الشرط else، else small letter، بفتح كيرلي براكت وكيرلي براكت، وهذا بسموه ال else body. تمام؟ ف اذا الشرط تبعك تحقق اعمل لي كذا، اذا ما تحقق اعمل لي كذا. قبل شوي احنا عملنا اذا الشرط تحقق اعمل لي كذا، بس اذا ما تحقق ما عملنا اي شيء احنا. تمام؟ فمرات في البرمجه بتحتاج هيك وبتحتاج هيك. تمام؟ فدائما عاده انه حاول دائما الاف اكتبها مع الالس دائما، تمام، عشان ما يكون في عندك مشاكل في البرنامج من نوع انك تنسى كونديشن او تنسى شيء. تمام؟ خلينا نشوف هسه مثال عملي على هذا الموضوع. هاي الاكس تساوي 10، اف الاكس اكبر من 5 بيجي على البادي تبع الاف وبيعمل له اكسكيوشن وبيطلع خلص، بيجيش على الالس. الالس بادي اكسكيوشن هذا بنعمل له اكسكيوشن فقط اذا تحقق ما تحقق الشرط. تمام؟ هلا هون خلينا نشوف، هل هاي الاكس تساوي 10، اكس اكبر من 5 تحقق البادي وخلص طلع. تمام؟ هون اذا كانت فولس، هل العشرة اكبر من 20؟ لا، فهذا البادي الاف بادي ما تحقق، بيروح بنط لي على الالس بادي وبيعمل لي اكسكيوشن لهذا الشيء. فاذا الاف بادي بتحقق اذا كان الكونديشن يساوي ترو، والالس بادي بتحقق اذا كان الكونديشن يساوي فولس. فموضوعها جدا بسيط، هلا حناخذ مثال عملي عليها عشان نتدرب عليها اكثر. هاي هذا برنامج بحطيت انتجر اكس وحطيت سي اوت بليز انتر يور نمبر، انا بدي ادخل الرقم في الاكس. هلا بشوف هل الاكس اكبر من 5؟ اذا الاكس اكبر من 5 مين شو لازم يتنفذ عندي هنا؟ يطبع لي يس اكس از جريتر ذان 5. اذا لا تمام بده يحكي، بده يروح على الالس بارت ويطبع لي ايش؟ نو الاكس از ليس ذان 5. تمام؟ وبالتالي بيجي بكمل البرنامج عادي زي ما حكينا. هاي الاف بادي والالس بادي هذول بس يطلع منهم بنفذ اي شيء بعد هيك. تمام؟ فزي ما حكينا اذا الاكس اكبر من 5 بنفذ لي هاي الجمله، واذا الاكس مش اكبر من 5 بنفذ لي هاي الجمله. خلينا نشوف هذا الحكي، نعمل رن. هاي بدنا ندخل، ندخل 7. هل لسه قبل ما كويس انتر، هل السبعة اكبر من 5؟ يس. مين بده يتنفذ يا جماعه؟ راح لازم يطبع لي يس الاكس از جريتر ذان 5، وبعدين يطلع ما بيجي على الالس بارت لانه خلص البادي الاف بادي تنفذ. بعدين بيجي على وين؟ اللي هو بعد الاف ستيتمنت على هاي وبنفذها، فلازم يطبع لي يس اكس از جريتر ذان 5 وذا كود افتر اف بادي از اولويز اكسكيوتد. ها هيو شو طبع لي؟ يس الاكس از جريتر ذان 5 وذا كود افتر اف بادي اولويز اكسكيوتد. تمام؟ هلا خلينا نعمل رن كمان مره وندخل شيء اقل من الخمسه ونشوف شو بيصير معنا. دخلنا 4، الاربعة اصغر من 5 راح يجي هل بده ينفذ الاف بادي؟ لا، بده يروح على الالس بادي. الالس بادي بتنفذ اذا كان الكونديشن فولس، فبالتالي راح يطبع لي نو الاكس از ليس ذان 5، وبعدين بيكمل مسيرته في البرنامج وبطبع لك الاشياء اللي انت طابعها تحت الاف ستيتمنت. هيها هاي شايفين الجواب نو اكس از ليس ذان 5 وذا كود افتر اف بادي اولويز اكسكيوتد. تمام؟ فهذه الاف الس كثير بتساعدني على كثير شغلات احققها في البرنامج. البرمجه بتعتمد على الكونديشنال ستيتمنتس، شكل من اشكال الكونديشنال ستيتمنتس اللي هو الاف والاف الس ستيتمنت. يعني مثلا انا بدي اعمل لوجن على السيستم، بدي اشوف هل الباسورد تبعتي صح ولا لا، فبحكي اف الباسورد ايكوالز الباسورد المخزنة عندي، مع بروح بنادي الفانكشن انه اعمل له لوجن وروح في البرنامج وكمل. اذا لا بدي اقول له والله انفاليد يوزر نيم وباسورد. فهي كل البرمجه هي اف الس ستيتمنتس. تمام؟ وفي انواع ثانيه للكونديشنال ستيتمنتس راح ناخذهم واحده واحده، ما تستعجلوا علينا. هلا راح اعطيكم هوم ورك بسيط اللي هو كالتالي، بدك تكتبوا لي هاي البرامج، بتروحوا لي على سلسلة الخوارزميات وحل المشاكل، بتشوفوا لي المشكلة رقم 4 بتحلوها، والمشكلة رقم 8 بتحلوها، والمشكلة رقم 11، والمشكلة رقم 24، والمشكلة رقم 49. لكن فقط بالنسبة للمشكلة رقم 49، احنا كانت المشكلة بتدور حوالين انه يدخل الباسورد صح ولا لا،
وانا ما بخليه يدخل ما بخلي بعملهوش لوجن الا لما يدخل الباسورد صح. فكنا في الخوارزمية عاملين حلقة تكرار، اذا دخل الباسورد غلط نرجع كمان مرة نطلب منه الباسورد، نرجع كمان مرة نطلب منه الباسورد. هلا بما انه احنا لسه ما اخذنا حلقات التكرار، استثنوا لي هذا الجزء من المشكلة. فاذا دخل الباسورد غلط احكي له رونج باسورد وخلص وانهي البرنامج. فهذا المشكلة رقم 49 راح نرجع نحلها كمان مرة لما ناخذ جملة التكرار بالشكل اللي هي مطلوبة فيه، تمام؟ فهلا بس انه اذا دخل الباسورد غلط اكتبوا له رونج بن، تمام؟ وهيك بنكون خلصنا ان شاء الله. يعطيكم الف عافية، وتدربوا كثير منيح على موضوع الاف والاف الس ستيتمنتس يا جماعة، لانه البرمجة بتدور حوالين هذا الشيء. ونلقاكم ان شاء الله في الدرس القادم. شكرا كثير لكم للمتابعة، واذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. ولطفا وليس امرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. واخيرا وليس اخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.